اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من احسن عيادة ازياء للاطفال. اوه ده النهاردة عندي حاجات كتير اوي اعملها. ايه يا اما عاملة ايه؟ انا كويسة يا ماما، انتي اخبارك ايه؟ انا كويسة اوي يا حبيبتي. ايه راحة فين؟ ابدا، جاية اطمن عليكي واشوف هتعملي ايه النهاردة. يا نهاري، لازم اجري بسرعة قبل ما اي حد يعرف ان انا مش شولي، ان انا هنا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. لازم اروح بسرعة على الحلقة بتاعتي، التجربة بتاعت احسن عارضة ازياء. مش عارفة هياخدوني ولا هيعملوا ايه بالظبط. ايه ده يا نهاري، ده جوليوس. لازم اجري بسرعة، طبعا هيفتكرين ان انا جوليان. اجري اجري واستخبى، اجري قبل ما ياخد باله مني ويقعد ينادي عليا. مش هعرف اتكلم معاه. ايه ده، جوليان المجنون هناك اهو، ليه ما يقفش يسلم عليا؟ جوليان بتعب ليه؟ مستخبي ليه ما بين العربيات؟ ايه ده يا نهاري، ده نزل كمان تحت العربية. جوليان انت فين يا جوليان؟ مستخبي مني ده ولا ايه؟ مش عارف هو راح فين خالص. الحمد لله مش شايفني، انا هطلع بقى من هنا قبل ما يشوفني واجري بسرعة. هو راح فين الواد ده؟ انا مش عارف خالص هو راح فين. ايه ده، ده ماشي هناك اهو. واو ايه ده، ايه ده، انت شفتني؟ ايه ده، مال صوتك قلب بناتي كده ليه؟ كنت بتجري مني ليه يا عم؟ لا ابدا، ما كنتش باجي منك ولا حاجه، اصلا صوتي تعبان بس شويه. هجري وهبكلمك تاني عشان متاخر، بس ورايا ميعاد. وراك ميعاد على ايه؟ قولي بس يا جوليان، مالك؟ ايه الغلط في صوتك ده؟ انت عملت ايه؟ ابدا، اكلت حاجه حراقه فعملت لي حرقان في زوري. صوتك بقى شبه هنا جدا، انت كويس؟ اه انا كويس، انا بس مشغول دلوقتي، هبقى قابلك بقى اكلمك بعدين. اوكي باي باي، بس لازم تفهمني ايه كل اللي حصل ده. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ في حاجة غلط معاه، مش عارف ايه اللي حصل له. الحمد لله جريت من جوليوس المجنون ده، كان هيوقفني ويأخرني على تجربة البتاع. ايه ده، مايا، لازم اروح اقولها بسرعة ان انا عيان، ان انا عيانة، عشان خاطر ما يطلعونيش بره المسابقة. مايا مايا، لازم استخبى بسرعة، دي مش مايا ولا حاجة. لا لا، دي واحدة صاحبتي، لو شافتني تقعد تتكلم معايا، وانا مش عايزة تعرف ان انا جوليوس. خلاص خلاص، الحمد لله انا استخبيت اهو. ايه ده يا نهاري، هي هنا فين؟ دي اتأخرت قوي، مش عارفة والله هي فين، فعلا اتأخرت جدا. يلا يا شباب مستعدين؟ ايه ده، هي فين هنا؟ مش عارفين والله، اتأخرت جدا من النهاردة، من الصبح ما جاتش. اوه دول ابتدوا، طب انا لازم اخش واقول لهم ان هنا عيانة ومش هقدر تيجي النهاردة. هاي، ايه ده، مين انت؟ جاي تعمل ايه هنا في مسابقة اطفال للبنات؟ ايه ده، ازيك ازيك يا جوليان، عامل ايه؟ جاي هنا ليه وفين هنا؟ انا هنا، بس بقولك ايه، الموضوع يطول شرح، ممكن بس تقول لهم ان هنا تعبانه مش هتقدر تيجي النهارده. ايه ده يا حرام، انت جاي مخصوص عشان تقول كده؟ اه طيب طيب خلاص، معلش عرفتك. هنا مش هتقدر تيجي علشان هي عيانه جدا. وانت مين يا حبيبي؟ انا جوليان اخوها الصغير. بس كده للأسف احنا يعني معلش، سلامة ألف سلامة، بس للأسف كده لازم نستبعد هنا برا المسابقة، مش هتقدر ان هي تكمل معانا المسابقة. لا اكيد، لا 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 لا، ما تقولش كده، لا هي مش عارف ان هي تيجي، بس لا، انا عايزه اكمل المسابقه. اوه الحمد لله، ده كان كابوس، انا كنت بحلم. ايه ده يا نهاري، ده انا كنت فاكره ان هو بجد. انا اتخضيت جدا، ايه الكابوس الوحش قوي ده، انا اتخضيت قوي. اوه الحمد لله ان هو طلع كابوس بس، وهروح المسابقه. عمري ما هنام تاني في السرير بتاع جوليان، ده السرير بتاعه وحش قوي، خلاني احلم بكوابيس وحشه وحشه وحشه.